كانت ما كانتش كانت تلا تساوى تاع زعما واخا نكون مطبط احسن من هادشي صديقا اليوم كنتوازو بحي لالا مريم باش نقول لكم معاناه ديال واحد السيده. هاد واحد السيده اللي كانت تبارك الله شابه كتخدم وكتمشي للشمال وكتخدم على الوالده ديالها على العائله ديالها كما كتشوفوا. ها هي تبارك الله الحمد لله بخير خدامه كتمشي للشمال كتجيب السلعه كتقضي. فجاه الله سبحانه وتعالى مرضات مسكينه تسلت لها يديها وهزلها ولا عندها حتى النطق ثقيل كيف كتشوفوا هنا هما اللي راديو والتحاليل ديال الطبيب هي بغينا نهضروا معاها ما تقدرش تهضر. كيف كتشوفوا الحاله ديالها نتمنوا لها الشفاء ان شاء الله باذن الله. قولي لي يا اختي شنو ضرك شنو ضرك؟ كيف تشوفوا ما تقدرش تهضر ما تقدرش تتكلم ولا دابا مشلا دابا كيقعدوها غير كيقعدوها اختها كتقعدها وكترجع تكا كدير لي كوش كدير لك ولات مسكين واحد الحاله. نتمنى من الله سبحانه وتعالى الشفاء والله يعفو علينا جميعا لان الحاله ديالها مسكينه. انت كتشوفوا الحاله ديالها بعد ما كانت بصحه جيده وكانت بخير. اليوم ما قدرتي النطق ديالها ثقال ما تقدرش تهضر ولكن كاين واحد السيده الجاره ديالها اللي كتعقل لنا فاش كانت صغيره وكتزيد انا هما اللي كيتعاونوا معاها بسبب الله الا تحكي لنا بالضبط. السلام عليكم. السلام اخويا. اختي الله يجزيك بخير انت جارتها؟ جارتها ملي كنت انا باقا صغيره كنعرفها كانت عندي شي 7 سنين وانا كنعقل لها كانت مع الوالده ديالها والوالد توفى الوالد هو الاول بقات عايشه مع الوالده ديالها حتى هي مرضات الوالده ديالها بقات هزاها مسكينه بالتواب الطبيب وباركه معاها كتمشي للشمال كتجيب لنا السلعه كنتقدو من عندها كانت مراه طيبه ما نقولش لكم معقوله تزوجات ما سهلش ليها الله بقات ما عندها لا ولاد لا والو. دابا اليوم مرضات ما لقاتش ليه هزه خواتها تا كبار كاين في السن اللي عندها 70 عام يعني عيالات كبار بناتهم مزوجين بولادهم وداك الشيء كيجي ولكن ما يقدرش يقابلوها اللي جا اليوم ما كيجيش غدا. ولكن السيده واقفه دابا مسكينه على ترويض عندها الترويض نص ديالها مشلل عندها ترويض عندها طبيب لي كوش بغات شي مساعده شي وحده تعجي عندها مره طلع عليها تعاونها تغسل لها معناس المهم بغات مساعده ماديه ومعنويه. والسيده كي كانت هي وخوها هذا خوها والخت هذا كانت مربيه هي مي كان صغير تا ولا راجل راه هو مجوز ولكن بولادو بعيد ما غاديش يقابلو يبقى يجي يبرك معاها ولا ها هو كانت بحال هكا السيده واقفه مراه نيت ها هي ملي كانت باقا غتصاورها كاملين هاد التصاور يا ولاد هادو راه لقينا ما عرفناش نقلبو حوايجها هاد التصاور كي كانت السيدة هادو كاع تصاورها هادو ولاد خواتات هادو ملي كانوا صغار يجيو لدارهم تقابلهم كانت مرا زعما طيبة ما نقولش لك إوا الحمد لله. دابا المهم هذا ديال الطبيب ديال عندها ترويض عندها طبيب مسكينه كتمشي كل ساعه ملي كانت شويه ما رقدش على يدها كتتبع مسكينه في سيدي عثمان كتسمع عندها لا خلصة ما وقف معها حتى حد عندها لا نتريد لا والو راه شحال تكون عندها دابا شي شحال تكون في عمرها تقريبا اختي؟ في عمرها شحال عندها؟ زيادة 61 يعني كانت مقابله راسها راه بدارها راه دارها دايرها كانت خدامه دارت الدويره ديالها كانت خاصها حتى حد ما كت زعما حتى حد ما هازها. دابا من طاحت مسكينه خاصها مساعده خاصها طبيب خاصها ترويض خاصها دواء مسكينه ما كاينش اللي غيعطيها خاصها ليكوش كدير ليكوش دابا راه النص ديالها كلو طيح يديها مسكينه راه ما كتهزهاش راه يديها ميته عليها الا ما حزموهاش لها كتبقى طايحه عليها ما كاينش اللي داتها للطواليط عاد وحده هي والله مسكينه. اذا كانت ماشي مساعده ديال شي حد يجي مره مره يساعدها معنويه الله يرحم لكم الوالدين راه ما عندها حد مسكينه عندها الله حتى الجيران مساكن عيو حتى الجيران كيجيو عندها مره مره كانت حدانا ساكنه تبعت الدار دابا خدات مسكينه واحد بريطمه راه دويره ساكنه فيها مره كيجيو عندها دابا تحولت بعدات عليكم كانت حدانا دابا كانت عندها دار تبعت ديك الدار ديال الوراثه الوراثه كلها كيبغي حقه خداو حقه مسكين واش دابا شرات هي دويرتها عاونا خواتاتها خداتها الدويره ما تلاوش عليها
ولكن باش يهزوا ويقابلوا ما يعني عيالات كبار هما خص مساكن اللي يقابلهم الناس المجوجين والرجالات مبول عندهم مرات يجيو ولكن خص شي حد يبارك معاهم شي مساعده شي حد يبارك معاها اللي مره مره يجي عندها يسلم معناها تقابلها راه تنبان لما كديرش الشكل مسكينه بيديها هذا الشيء اللي كان اخويا شكرا اختي اما كيف كتشوفوا متابعي قناه سوتي حتى هي مسكينه دايما راسها مديومه خديجي حتى النطق دابا باش نهضروا معها مسكينه النطق مشى ليها دابا راه شويه ولات راه ما كانتش تهضر والو مشى ليها مسال ما كتهضر ما والو دابا راه شويه ولات دابا كتتنطق تقول اختي ولات واللي جا عندها ما كتعرفوش نتمنى والله يشوف من حالها دابا مسكينه راه غادي العامين هادي باش هي هكا دابا نهار حنا نهار اختي اختي مسكينة اللي كتجي عندنا وتاهي عندها ولاد وعندها مريضة بالراس مسكينة الله يكون في العون يا ربي آمين يا ربي آمين سيدي الله لا إن شاء الله إن شاء الله كتشوفوا معنا متابعي قناة سو تي في نتمنوا من الله إن شاء الله بإذن الله ومن المحسنين الله يجزيهم بخير باش تشوفوا من حال هاد السيدة لا راه بقات غير بوحدها بوحدها الله يكون في العون ساكنه بوحدها دابا بغات غير كاس ديال الماء ما كاينش اللي يبدلو ليها مشكله ما كاينش شي محسنين ولا محسنين يعاونوها يعاونوها نتمنوا من الله نتمنوا من الله ربي كبير وكاين موجودين محسنين ان شاء الله يتعاونوا معاها كيف كتشوفوا معنا متابعي قناة سو تي في هادو التحاليل بلاك ديال الراس ديال راديو القسم السريت الدواء القسم كان تبع الدواء لأنه ما كانش تبع لها الدواء باش يعطيها تشرب وواقف نتمنى من الله إن شاء الله بإذن الله يشوف من حالها يا سيدي ربي كبير إن شاء الله نتمنى محال يشوف محال ربي سبحانه وتعالى شفتي السي محمد المغربي غادي نحط الرقم ديالها حنا ما كاينش هي ما عندهاش التليفون ما تقدرش تهضر يلا دابا كنحاولوا نتواصلوا نشوفوا واحد السيد نسيبها لا كان ممكن حيت هو عنده توا التزامات الله يكون في العون عنده وليدات والمدام ديالو توا مريضه هكا لكن ممكن نعطينا الرقم ديال الهاتف ديالها باش نشوفو واخا عطاتك الرقم ديال الهاتف لو كان ممكن باش نشوفو لا لا الورقة خداتها كتهز ورات لي فيديو خداتها ورا عندها دابا نشوفو متابعي قناة سو تي في باش نشوفو كيفاش نديرو الرقم ديال الهاتف حيت ما ساكن معاها تا واحد كاينة غير بوحدها وما كتهضرش وما كتهضرش نشوفو شي حد من العائلة ديالها اللي قريب ليها بزاف ختها ولا كا وتا هي مسكينة ختها مريضة وعندها التزامات وليداتها عندها الراس تا هي الراس ولكن قالت ليها من بدات كتقول كيجي عندها الناس طلعوا ليها كتمجلسه عندها عندها في المدينه مسكينه مسكينه حتى هي مرضات ما كيهزوا داك الشيء دارت في راسها تبعت هي الطبيب خويا سمير الله يجازي كل محسنين تماما انا حط الرقم ديال اخويا طارق غادي نحط الرقم ديالها حيت كنتسناو كنشوفك باش ندبروا على الرقم لانها هي ما كتهضرش وكانت جالسه اختها كانت مجلسه عندها في المدينه جالسه وهزها هي اللي مقابلها اختها مسكينه مرضات مع الثقل ديالها وكي مرضات وهي عندها نفسها خايبه نفسها حاره كيف كنقولوا حنا قالت لا والدار يديني لداري يحطوني في داري وجابوها مسكينه هنا حطوها في حي ولا مريم
وكنتي اختها ساكنه في دار بعمر بعيده على اختها بعيده ساكنه في المدينه تماما ولاد باقي عندها صغار ما يمكنش ليها تبقى غاده جايه بزاف بصح الله يكون فيها الخير حنينه فهاد اختها الحمد لله ربي كبيره لها خوتها حنينه فهاد اختها بلا اخي محمد ان شاء الله الحمد لله الغلبه نتمنى من الله الشفاء العاجل يا ربي نتمنى من الله الشفاء شي محسن يوقف بها موجودين موجودين ان شاء الله باذن الله كاينين عندها الترويض دابا عندها الدواء اللي بغات تشربو ما تعرفش تشربو راسها كيفاش تشربو تماما قلت لي قابلها باش يشربها الدواء شي حد يوقف معاها مره مره يطلع عليها ويعطيها الدواء ويقابلها ان شاء الله ان شاء الله يكون خير ان شاء الله يكون خير كيف كتشوفوا معنا مصطبي قناه شوف تي في الرقم ديال الهاتف 63 29 64 الرقم الهاتف 06 63 29 64 اي محسن ولا محسنه ولا اي واحد اللي بغى يتعاون مع هذه السيده الله يجزيكم بخير الرقم الهاتف ديالها هو هذا الرقم الهاتف غادي يكون في الشاشه هو 06 63 29 64 الله يجازي كل محسن ومحسنه الناس المسؤولين هنا في هذه المنطقه ديال اللمري وهكا ديروا واحد الالتفاته لهذه السيده هذه اللي ما عندها لا حنين لا رحيم عندها اختها اللي كانت مسكينه كتجي ترقف عليها وتم من حالها وكانت قالتها عندها اختها هي مرضات وعندها وليدات والله يكون في العون اختي ايا كنشكروك بزاف دابا نعطيهم الرقم ديال الهاتف ديالك خذ الرقم قيدو صفر ستة 25 36 28 هذا هو الرقم الهاتف هو هذا 06 63 03 29 64 شكرا لكم شكرا لجميع اخواننا اللي متبعينا شكرا الاخ رضا اللي على الرقم ديالها على الشاشه شكرا الاخ رضا كنشكرك هذا رضا طليالي شي واحد داير اسم رضا طليالي كنشكرك خويا كنشكرو جميع المتتبعين ديال قناه شوف تي في وكنشكروا المحسنين اللي حاولوا تساعدوا معها وكنشكروا الاخ هذا ايا عبدو كنشكروا حتى هو وهذه الاخت مليكه الشرقاوي كنشكروك الاخت مليكه الشرقاوي قالت الاسبوع نضيف لها ننظف لها بيتها في سبيل الله شكرا اختي جزاك الله خيرا شكرا لك الرقم الهاتف ديالها هو ملكة الشرقاوي شكرا اختي شكرا لك شكرا والله الله يدعو اجر المحسنين الله كبير سبحانه كبير وهذه راه من الشهام ديالنا حنا المغاربه من الشهام ديالنا ما كنفرطوش في الاخوان ديالنا انتي نحن جميع مسلمين كنا مسلمين تماما خويا المغربي محمد المغربي تماما شكرا لك تماما هادشي اللي كنتمناو ان شاء الله هادشي اللي كنتمناو الناس يتعاطفوا معها ويكونوا شكرا اختي حسنه اللي عاودتي ذكرتي الناس بالرقم الهاتف ديالها شكرا لك شكرا سي احمد الشرقاوي الله يشافيها ويشافي جميع مرضى المسلمين كنشكر جميع الاخوان اللي تفاعلوا معنا هادي بحال هاد البلاصه بحال لمريم باش تبلاصه عرفتيش حيل لمريم قريبه للسينما الفلاح الزنقه اللي مقابله مع السينما الفلاح كاين فيها واحد لافاز ديال السيارات الزنقه اللي مقابله مع تما حدا واحد الشاب راه معروف هنا حتى انا ما عرفتش الدار اللي فيها الشاب راه الرقم الهاتف ديالها هو راه كاين تما على الشاشه كنشكركم بزاف كنشكر الاخوه اللي عاودوا كيذكرونا بالرقم ديالهم ديالها اللي هو 06 63 03 64 شكرا لكم جميعا والله الله يضيع اجر محسنين سبحان الله سبحان غير الاحوال تماما اخويا راه كانت تبارك الله شابه وفي مقتبل العمر وكانت بخير وخدامه على راسها كتمشي للشمال وكتبيع الحوايج وبخير مقابله
ولكن الحمد لله هذا مبتلى من عند الله سبحانه وتعالى. كاينه في حيله لمريم، كاينه في حيله لمريم مقابله مع السينما الفلاح، حيله لمريم مقابله مع السينما الفلاح. شكرا اخي ايوب ادريسي، شكرا اللي ذكرتي الناس بالرقم الهاتف ديالها، كنشكركم بزاف، وكنشكر جميع الاخوان اللي متبعين لكل المقاصد الحسنه كديرها غير كلمه طيبه. شكرا لكم، والى اللقاء في مباشر اخر ان شاء الله، وراه غنديروا ريبورتاج عليها، والرقم ديال الهاتف ديالها غادي يكون في ان شاء الله في هذا الريبورتاج. ساكنه في حيله ليلى مريم، حيله لمريم، نتمنى الله ان شاء الله باذن الله. حيله لمريم قبل مع السينما فلاح، الزنقه اللي مقابله مع السينما فلاح، حيله لمريم اختي نوال ساكنه في حيله لمريم. نواف نوفل، نوفل اسمح لي، عفوا اخي نوفل اسمح لي، انا ساكنه في حيله لمريم. شكرا لكم مسابقنا شوف تي في، والى اللقاء في مباشرا. شي كلمه للناس المحسنين والمتبعين اللي بغيت يتعاونوا معاك. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. قالت السيده زهره تمشي تتكلم، نعم اختي الله يجازيكم. وبغى يساهم وبغى يوقف معاه في الدواء وفي الطبيب، الله يسهل عليه، الله يجازيهم بخير. شكرا، شكرا لكم مسبقاً على جوتي، شكرا جميع المحسنين، جميع الاخوان لهذه الحاله الانسانيه، نتمنى من الله ان شاء الله يصوب من الحاله باذن الله. شكرا لكم، والى اللقاء في مباشر اخر ان شاء الله.